النهاردة تم التوقيع على الموضوع اللي مضايقني، لان الحقيقة شايف انه كل اللي بيحصل فيه ده هري. تسمعوا عن الهري؟ الشباب عارفين يعني ايه هري. هري يعني هري، وهقول لكم بعدين ليه هري، بس ماشي خلينا مع الرسميات لحد ما نشوف هتعمل لنا ايه. مصر والسودان واثيوبيا النهارده في الخرطوم وقعوا على عقود الدراسات الفنيه لسد النهضه بالخرطوم. هتقولوا لي يعني ايه؟ هقول لكم يعني اللي انتوا سمعتوه ده، يعني ان احنا كده وقعنا على عقود عشان الشركات الفنيه المتخصصه وبيوت الخبره تبتدي تدرس، تبتدي تدرس واخدين بالكم، تبتدي تدرس هو السد ده معمول ازاي وسعة التخزين عاملة ازاي والارتفاع عامل ازاي والبحيرة اللي وراه عاملة ازاي والآثار التي قد تترتب على بناء السد وتشغيله على السودان وعلى مصر عاملة ازاي، وبعدين تقدم تقريرها ده للدول الثلاثة مصر والسودان واثيوبيا، بعدين نقعد نشوف هنعمل ايه بقى لو كان السد ده بعد الشر مضر علينا. وانا مشكلتي طول الوقت ان انا بقول ان اثيوبيا مع كامل احترامي ليها، لكن اثيوبيا لا تبدي حسن نوايا في هذا الموضوع. ليه؟ لان لو في حسن نوايا كان العمل في السد يقف لحد ما المفاوضات تخلص، لحد ما بيوت الخبره دي تقول رايها. لكن ماشي نقعد، عايزين نمضي بالاحرف الاولى نمضي بالاحرف الاولى، عايزين نوقع نوقع، عايزين ندرس ندرس، والسد شغال وبيبني، وفي مارس اللي جاي، مارس اللي جاي هيكون جسم السد كله انتهى. ساعتها ايه؟ لو طلع السد اعلى من بتاع هيهدوا السد الاثيوبيين؟ مستحيل. فانا خايف ان اثيوبيا تكون دلوقتي بتعمل بمنطق ان انا الهيهم في المفاوضات وبيوت الخبره والعمل شغال لحد ما افاجئهم بسياسه الامر الواقع، ودي الله ودي حكمته، واللي مش عاجبه يشرب من ميه النيل. ده لو لقيناها بعد كده. الأستاذ متولي سالم الصحفي المتخصص في ملف الزراعة والري والمياه في المصري اليوم والموجود حاليا في الخرطوم. مساء الخير يا أستاذ متولي. مساء الخير يا أستاذ سامر وأعزائي المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس، وقول لي النهاردة اللي حصل في الخرطوم ده دلالاته إيه، والتصريحات الرسمية لمصر بناء على هذا التوقيع إيه؟ شوف أقول لحضرتك حاجة، هو إحنا دلوقتي بنتعامل مع منشأ واقع لا مفر منه. خلينا واقعيين اكثر. طبعا للاسف مصر لما دخلت مبدا التفاوض ده نتيجه خطا تم عمله قبل كده اللي هو سياده عيان المعزول محمد مرسي. تمام. ده ترتب عليه ان احنا تورطنا في قصه المفاوضات، فاحنا طالما دخلنا في المفاوضات لابد ان نسير في المفاوضات، وقوه المفاوض المصري او التنسيق بين الوزارات المعنيه بشؤون المياه سواء كان وزاره الري او وزاره الخارجيه او الجهات السياديه هي اللي هتلعب دور كبير جدا في تاكيد على حق مصر في مياه النيل. لما نيجي نتكلم على التوقيع بتاع النهارده هو طبعا بيطلق بدل ما احنا كان عندنا مماطله من الجانب الاثيوبي على مدار اكثر من عامين عشان موضوع التوقيع، لان التوقيع ده فيه ميزه. هم طبعا قالوا ان نحترم نتائج الدراسات. فضلا ان تمت الدراسات اكدت على ان السد مشكل خطوره على مصر او هيسبب اضرار. حاله عدم احترام الجانب الاثيوبي لنتائج الدراسات وعدم اتخاذ اجراءات من شانها تخفيف الضرر، فمصر تمتلك ورقه قدام المجتمع الدولي يؤكد فيه ان السد مشكل خطوره، احنا ما عندناش اي ورقه تسبب يؤكد على هذا الشان. فده اللي خلانا دفعنا ان احنا نعجل وان احنا نسعى ان احنا نوصل للتوقيع عشان نشوف الطرف الثاني، وفي نفس الوقت تأكيد على حسن النوايا المصرية، وفي نفس الوقت لابد من الطرف الثاني يؤكد على ذلك من خلال احترام الدراسات. تمام. ده جزء، الجزء الثاني ان الوزير الاثيوبي اكد النهارده في المؤتمر الصحفي قال ان في حاله ثبوت الضرر فعلا، والدراسات اكدت على كده، فسوف يكون هناك شراكه ثلاثيه بين مصر والسودان واثيوبيا للتكيف مع هذه الاسعار او التخفيف منها. ده اللي صرح بيه وزير المياه للتكيف. طبعا التكيف يعني اللي هو من خلال تخفيف الضرر، انك انت ده واقع اخفف منه من خلال زياده. اصل خد بالك يا استاذ متولي ان التصريحات اللي حضرتك بتقولها اللي جايه على لسان المسؤولين المصريين دي تصريحات انا في رايي انها خطيره لانها تحمل ماء، يعني انا فهمت كده، انا فهمت ان الضرر واقع واقع واقصى املنا ان احنا نحاول نقلل منه.
هو يا استاذ سامر خلينا واقعيين، جميع المنشآت المائيه على مستوى العالم لابد يكون هناك طرف مستفيد وطرف متضرر، ولا سيما لما تكون انت دوله نصب ولا دوله مندع. ايوه. وانك انت بتعتمد بصفه رئيسيه على ميه النيل. تمام. اكثر من 94%، معنى كده ان انت مجبر انك انت لازم تفوض انت الحلول الاخرى ما نقدرش نتكلم عنها. ان طبعا في مجتمع طبعا دولي طبعا طبعا ومصر طبعا تحترم المجتمع الدولي طبعا، واحنا القياده المصريه لا هي هي الفكره بس يا استاذ متولي، انا كلامي مع حضرتك وانا مبسوط الحقيقه ان حضرتك كمان بتتكلم بشيء من الواقعيه والمصارحه للناس، انه انا مش عايز الناس تبقى بنخدعها يعني. انا وانا ارجو كمان ان الوزاره وزاره الري والحكومه المصريه تبقى بتخاطب الناس باللغه دي. سد النهضه واقع، وكل مصري عارف انه واقع، وكل مصري عارف انه هيشكل اضرار. ايوه ما هو هي المشكله ان الحكومه بس هي اللي بتقول كلام غير ده. لا حضرتك الحاله احنا عندنا عجز مائي يا استاذ متولي، انا بقول لحضرتك على يا استاذ متولي، انا بكلم حضرتك على الخطاب الحكومي سواء رئيس الوزراء او وزير الري لما بيجي يكلم في موضوع سد النهضه ما بيكلمش بالصراحه اللي احنا بنتكلم دي، وما بيقولهمش ما بيقولش الناس ان السد واقع وامر منتهي وان احنا بنحاول نقلل الضرر، لا ده بيتكلم على انه يا جماعه ما تقلقوش مفيش مشكله خالص حصلت، وان احنا داخلين في المفاوضات والمكتب الفني هيقول كلام، ولو المكتب الفني قال ان الموضوع مضر يبقى خلاص، فالناس بتاخد امل وبشرى. يا استاذ سامر ليس كل شيء لابد ان يعلن في وسائل الاعلام، مش كل حاجه لازم تبقى في وسائل الاعلام، انما الرؤيه المنطقيه ان لابد يكون هناك مسارات اخرى، لابد ان الحكومه يكون عندها مسار بديله. المسار الفني ليس هو المسار الوحيد الحاكم لمستقبل العلاقات المائيه. مفهوم مفهوم، بس يبقى انا اقول ده، يبقى انا اقول ده اللي انت بتقوله ده بس. بس هو عشان كده هو في مسارات اخرى مصر ماشيه فيها بالتاكيد على الامن المائي المصري بلا شك فيه. تمام. حتى الوزراء السودانيين قالوا ان احنا ما نقدرش اصلا نعمل اضرار، ان نتكلم رؤيه واقعيه. عندنا اكثر من 7 مليون سوداني في مصر، في حاله حصول ازمه ايه اللي هيحصل؟ طبيعي هتحصل في مشكله. بينما في مصريين في السودان، في سودانيين في مصر. مش صح. عاوزين نتكلم بتفاصيل اكثر. لا ولكن اللي عاوزين ناكد عليه، اللي عاوزين ناكد عليه ان التحول من ناحيه ان مياه النيل مش هي المصدر الرئيسي للتعاون. لابد ان يكون هناك مسارات اخرى للتعاون، وهي انشاء كيان اقتصادي يضم دول الحكوميين عشان المصالح، زي ما بيقولوا المصالح تصالح، طول ما في مصالح مشتركه بين مصر ودول الحكوميين. ده كلام مظبوط، انا بشكرك. لا يمكن لاثيوبيا او اي جهه اخرى انها تقبل الضرر. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ متولي، وان شاء الله هنتابع ايه اللي هيحصل في الملف بتاع سد النهضه ده، وانا اتمنى بس ان الحكومه تبقى فعلا بتعمل مش قادر ضهري وجعني. تبقى بتعمل حاله من حالات المكاشفه والمصارحه مع الناس، لانه الاعطاء الامل في فكره المفاوضات يعني. قولوا لهم قولوا لهم كده، قولوا لهم احنا متحملين موضوع ملف سد النهضه بشكل كامل، بس ما تدوش الامل كله في المفاوضات، لانه الناس هتصدم، يجي لها احباط، يجي لها كسره نفس لما تعرف ان المفاوضات دي في الاخر هتنتهي والسد هيكون خلص واشتغل، عشان بس الناس ما تحسش انه. يقولوا لهم بقى مع المفاوضات ليست كل شيء، واحنا متولين سد النهضه بشكل امني متكامل وسياسي متكامل، وما تقلقوش خلاص كده نبقى عارفين ان في فهم. لكن التصريحات بتاعه انه المفاوضات وبيوت الخبره ونجحنا في ان احنا نمضي بالاحرف الاولى على فرحته بعدين.